مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، نتواصل مع انطلاقه شوطنا السابع من ضمن هذه الاشواط للقعدان المحليات الاصايل. انطلق من المسافه المحدده 8 كيلومترات، نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. مقدمة الشوطة والمركز الأول هملول لمبارك، هملول لمبارك بن سرداح العتيبي من ياتي بمقدمة الشوط وياتي بالمركز الأول. المركز الثاني ياتينا هملول أحمد بن عوض بن سعيد النيادي، الدور دور المركز الثالث والانطلاقة والتواجد في ثالث المراكز من خطير، تعود الملكية لناصر بن سالم بن سعيد، لناصر بن سالم بن سعيد بن حلوكة من ياتي في ثالث المراكز ورابع المراكز. التواجد في هذه اللحظات من صوغان خادم بن عبد الله بن خادم القبيسي، الدردور المركز الخامس. التواجد مشاهدينا الكرام وياتي هملول عبد الله بن محمد بن علي بن عمير الراشي، والمركز السادس من وصل في هذه اللحظات وغير مباشره الى المركز الرابع، يتواجد هملول راشد بن علي بن نويصر المنصوري. المركز السابع التواجد في هذه اللحظات من مهيب نادر بن سالم بالورع العفاري، انتقل الى ثامن المراكز ويتواجد سيد المسلم بن علي بن دري المنصوري، والدور دور المركز الثامن مشاهدينا الكرام في هذا الانطلاقه والمسار من ياتي في ثامن المراكز. نشوف القدوم والتواجد مشاهدينا الكرام، هملول حمد بن خيرات بن الدوده العامري وتاسع المراكز مشاهدينا الكرام، وصل في هذه اللحظات شاهين علي بن محمد المركز الثامن مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات. يتواجد مشاهدي الكرام علي بن محمد بن قطامي المركز الرابع، يصل بن عمير الراشدي، هملول عبد الله بن محمد بن علي بن عمير الراشدي وصل الى المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس مشاهدي الكرام بن دري المنصور في هذه اللحظات. الى المركز الثالث يتواجد مشاهدي الكرام في ثالث المراكز هنا ورابع المراكز مشاهدين الكرام، ياتينا في رابع المراكز هملول عبد الله بن محمد بن علي بن عمير الراشدي، والمركز الخامس صوغان خادم بن عبد الله بن خادم القبيسي، وصل هملول حمد بن خيرات بن الدوده العامري قادم بكل قوه، ايضا قدوم من هملول احمد بن عوض بن سعيد النيادي، ولكن المقدمه مع هملول، هملول على مقدمه الشوط، هملول على المركز الاول، لمبارك بن سرداح العتيبي هو على مقدمه الشوط، ما زال يرقص الى ارضيه هذا الميدان عاصمه الميادين ميدان الوثبه، وهملول يسيطر بالمقدمه، يسيطر بالمركز الاول، لمبارك بن سرداح العتيبي هو على مقدمه الشوط على المركز الاول هملول، تعود الملكيه لمبارك بن سرداح العتيبي على المسار الاول على انطلاق الاول هملول. المركز الثاني ياتي مهيب، يصل مهيب العفاري نادر بن سالم بالورع العفاري من ياتي في ثاني المراكز، واخذوا الحيطه والحذر من مهيب. المركز الثالث قادم بكل قوه هملول عبد الله بن محمد بن علي بن عمير الراشدي، غير وانتزع المركز الثاني وعين على مقدمه الشوط، وايضا يتواجد مشاهدينا الكرام صوغان خادم بن عبد الله بن خادم القبيسي، وايضا هملول حمد بن خيرات بن الدوده العامري على سادس المراكز، ولكن اعود مع هملول، هملول يا سلام يا هملول، هملول منذ الانطلاق وهو يسيطر على مقدمه الشوط على المركز الاول يا بن سرداح. مبارك بن سرداح العتيبي، من اتى بهملول، من يتابع هملول، من يملك هملول، مبارك بن سرداح العتيبي هو على مقدمة الشوط على المركز الاول وال500 متر الاخيرة التي تفصلنا عن خط النهاية. والمركز الثاني هنا ياتي سيد مسلم بن علي بن دري المنصوري، ولكن وصل هملول عبد الله بن محمد بن علي بن عمير الراشدي، اخذ الحيطة والحذر يا هملول، ولكن هملول على المقدمة. مبارك بن سرداح العتيبي وال300 متر الاخيره التي تفصلنا عن خط النهايه عن الفوز والناموس، ومشكور يا مالك يا هملول، نستطيع ان نهدي التهنئه والفوز والناموس لمالكه. مبارك بن سرداح العتيبي، الاداء مميز والعروض مميزه في هذا الشوط، ولكن مشاهدينا الكرام
متابعينا الاعزاء عبر سيدة القنوات الرياضية، تهانينا والناموس لمبارك بن سرداح العتيبي، لحظات الوصول هملول الى خط النهاية. المركز الثاني هملول عبد المحمد علي بن عمير راشد، المركز الثالث المهيب نادر بن سالم الرعى العفاري، المركز الخامس او الرابع هملول حمد بن خيرات بن الدود العامري، المركز الخامس سيد مسلم بن علي بن دري المنصوري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء في كل مكان، التهاني والناموس والفوز في هذا الشوط مشاهدينا الكرام لمالك هملول مبارك بن سرداح العتيبي. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام لمالك هملول مبارك بن سرداح العتيبي 13 دقيقة 30 ثانية 9 من الأجزاء. تهانينا والناموس مبارك بن سرداح العتيبي على هذا الفوز. المركز الثاني موصل هملول عبد الله بن محمد بن علي بن عمير الراشدي، قطع المسافة في زمن وقدره 13 دقيقة. المركز الثاني هملول داود المكي عبد الله بن محمد بن علي بن عمير الراشدي 13 دقيقة 33 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لمالك هملول. أما المركز الثالث مشاهدي الكرام مهيب 13 دقيقة 34 ثانية 3 من الأجزاء. تهانينا لمالك مهيب نادر بن سالم بالورعة العفاري.